صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا عريس. قوم يا عاد. قوم قل لهم يجيبوا لنا القهوة. عمرك يا سيدي الناس. لا افطر. قطري اكلك. هي سبع ولا ضبع؟ 107 يا ابوي. ايه رايك في نقاوة ابوك؟ ما فيش احسن من قديه يا ابوي. خير ما اخترت. يلا شد حيلك وتجدعن. عايزينك تملنا البيت عيال عشان نبقوا عزوه. هدي يبقى ابوه الكبير ويحتاج عزوه ثانيه. المهم نتكلموا في الشغل. حاضر يا كبير. عاوزك تشد لنا مكتوب للخواجه البيع على اللابتوب بتاعك عشان نتفقوا على العمليه الجديده. امرك يا كبير. يا مسهل يا رب. هيسهل متخافش. هيسهل بس انت شوف شغلك. دل على سلامتك يا حماد. الله يسلمك يا ام. اشرب العصير ده بقى عشان ايه يرم عظمك كده. واحمد ربنا بقى ان الحكايه جت على قد كده. نشوف مستقبلنا بقى وشغلنا. ما تقلقيش كله هيبقى تمام ان شاء الله. انا مش عارفه انت ما طلعتش ليه زي حسام اخوك. وكل حاجه حسام. نفسي نفسي كده تبطل الطيش اللي انت فيه ده وتهدى كده اهوت وتشوف بنت الحلال اللي تهدي سرك كده وتلمك. ان شاء الله يا ماما ربنا يسهل ان شاء الله. طب عن اذنك بقى عشان انا هطلع اركب اسمه ايه ده في البتاع ده. ربنا يهديك يا محمد يا رب ورزقك ببنت الحلال. الو ازيك عامل ايه دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك شكرا على السؤال. لا ما تقولش كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته عشاني. هو انا لسه عملت حاجه؟ يا خبر ابيض. هو انت ناوي تعمل حاجه كمان؟ طبعا انا لسه عامل بلاوي. للدرجه دي؟ واكتر. بس انت مش فاهمه اول ما شفتك حسيت بايه؟ حسيت بايه؟ حسيت ان انا مش شايف حد غيرك. يا سلام. وان انا هموت واتكلم معاكي واتعرف عليكي. عموما انا اول ما شفتك ارتحت لك وحسيت كاني عارفك من زمان. طب ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ مش هشوفك ولا ايه؟ مش لما تستريح شويه وتقوم بسلامه؟ ايه ده ايه ده؟ حيلك حيلك انت صدقتي ولا ايه؟ ده انا كان ممكن افرتكه بس انا عامل شويتين دول عشان اشوفك. طب اشوفك امتى بقى؟ طيب خلاص انا هشوف كده وهرد عليك. اوكي باي. قلقانة ايمان على عمر بكلمه على التليفون ما بيردش. يعني هيكون راح فين يا ماما؟ بيقولي ان عنده جرد في البنك. جرد ايه لغايه دلوقتي يا ماما؟ والله ما انا عارفه. انا احترت. عموما ما تقلقيش انتي نفسك انا هفضل وراه لغايه ما يرد عليا. ماشي يا حبيبتي. لا اله الا الله يا ماما. سيدنا محمد رسول الله يا حبيبتي. مع السلامه. الا قول لي يا سيدي. قولي. لحد دلوقتي ما عارفاش انت بتشتغل فيه. وعاوزه تعرفي ليه؟ معقول تبقى جوزي وما عارفش بتشتغل فيه؟ يا ستي بتاجر في السلاح. سلاح؟ ايوه. مالك اتخلعت كده ليه؟ وانا قلت لك بتاجر في المخدرات لا سمح الله. ها؟ فبلاها التجارة دي وتاجر في أي حاجة تانية. زي ايه يعني؟ أي تجارة تكون حلال والسلام. واهي حكمة. ما هي تجارة السلاح حلال. حلال منين؟ وهي كلها قتل في قتل. ما انت قلتيها اها. كلها قتل في قتل. يبقى لازم الواحد يدافع عن نفسه، والسلاح وسيلة للدفاع عن نفس من ولاد الحرام، صح ولا لا؟ صح. بس بردك ممكن السلاح ده يقع في يد ولاد الحرام. وساعتها هيأذوا بيه الناس ويبقى ذنبهم في رقبتك. أنا ماليش صالح، ماليش صالح، أنا زي بياع السكاكين، واحد ياخدها يطبخ بيها، وواحد ياخدها يقتل بيها. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. دياب، أنا خايفة عليك. الطريق ده واعر، ونهايته عفشة. نهايته عفشة صح، بس على الضعيف أبو قلب الهيف، إنما أنا أقلق بلد بحالها، ما تخافيش علي اطمن.
بس ايه، معوش شرطي كتير في الموضوع ده، وحسك عينك تجيبي لي سرته تاني، فهمة ولا لا؟ ربنا يعوض عليك. ها جاي ولا الدور الجاي؟ جاي يا حلاوتك يا حلاوتك، ده أني هروحك ملط النهاردة. ده انت بتحلم. تعال نخلي الحلم حقيقة. اها اهو الحلم ده هخليه كابوس يكبس على نفسك يا طاهر. اعجل يا وهدان، طاهر هيخسرك الجلد والساق. ولا يهمني يا جاموسة، مفيش حد في البلد كلها يقدر يغلب طاهر في الورق. اعجل ياض. ولا يهمني واصل، انا جيبي عمران وحيعمر اكتر لما لعبه واكسبه. ما تسيبوه يا رجال، ما تسيبوه، هو اللي جابه لنفسه، وبعون الله فلوسه دي كلها هتبقى من نصيبي. ولا هي جت علي؟ بس انا اللي هفنط. فنط يا روح امك فنط. ها فنطت يا والي؟ فنط. طيب يا هتلعب على كاه؟ العب على 100 جنيه. يا جامد يالا يا جامد انت. الواد قلبه جامد. واني ال 100 جنيه بتاعته اهي. ها طلبات؟ خد سيف. خدني كمان سيف. كمان وعشان خاطر الراجل اللي لسه مغلوب ده كمان سيف. اها هات لي البت بس تكون مزه. اها هات لي هنا. اهون عليك يا طاهر اروح بيتك ده؟ اعمل لك ايه؟ ما انت اللي عامل لي فيها سبع الليل الحيران، اشرب بقى. صح الكلام. تستاهل. احب على يدك يا طاهر، ده انا هموت من البرد، ده غير فضيحتي وسط الخلق. خلاص خلاص ما تضايقش نفسك يا وهدان، انا عامل حساب. البس الجلابيه دي. ايه ده؟ ده لبس حريمي. ما تقلقش، انا عامل حسابي وجايب لك الطرحه عشان ما تستهواش. بالراحه. عاجبك الفضايح اللي حصلت النهارده يا عمر؟ انت كان ممكن تموت في الخناقه دي. انت ايه؟ ما بيفرقش معاك الفضايح قدام الناس؟ يعني عايز انا اشوف واحد عايز يحضنك واقف اتفرج عليه؟ وفيها ايه؟ ده معجب من ضمن معجبيني. الاعجاب حاجه وان يمد ايده عليكي حاجه تانية خالص. انت بتغير عليا يا عمر؟ انت نسيت ان انت مراتي على سنه الله ورسوله؟ لا ما نسيتش. وانت عارف ان انت كنت حلم عمري؟ الحمد لله بقت مراتك وربنا حقق الحلم. ده بيبص لك بس بصه واحده اقسم بالله لخزعله عن الاثنين. ربنا ما يحرمنيش منه. ايه العريس واصل؟ اهلا، ازيكم يا بنات؟ الحمد لله على السلامه يا عريس. بسم الله ما شاء الله، شكلكم هتبقوا ستات بيوت. ايه عقبال ما نزوركم في بيت العدل كده؟ يا رب يا حسام يا رب. ومستعجل على ايه يا اختي؟ العروسه فين؟ العروسه في الاوضه بتوضى بالدولاب. ثواني واندهها. خليكي مكانك، انا هخش اندهها لها بنفسي عشان عايز اقول لها كلمتين سر كده على الفراغ. لا لا يا حسام، ده فال وحش. خليكي في حالك انت، ربنا كريم. ها اوعى حد يخش عليا، انا فاهمكم اهو. انت جيت؟ لا لسه، خدي راحتك على الاخر، اكني ما جيتش، اكني مش موجود. طب يا زهر حسام امشي بقى معلش. انا عايز اساعدك. ما ينفعش دلوقتي. ليه ما ينفعش؟ ليه؟ انا عايز اساعدك يعني بقول لك ايه، انا كنت بطل العالم في توضيب الدواليب، حتى اسالي دفعتي في كليه شرطه. بطل يا زهر. ما بهزرش. حتى يعني اسالي دفعتي. امشي عشان نروح نعمل اي حاجه مفيده. بطمن على ذوقك. الله. لا اطمن، انا ذوقي حلو هيعجبك. بجد؟ طب بص انا عايز. ممكن تروح تحط المرتبه على السرير؟ احط المرتبه؟ ده انا انجد المرتبه. مرتبة بس يا لهوي بالي. تعالي يا مرتبة بالحضن يا مرتبة اهو. شوفي اسهل حاجة ان الواحد يحط. في ايه يا حسام مالك؟ استني استني استني. في ايه؟ خير يا رب، اللهم اجعله خير. استني شكلنا خدنا عين من البنات اللي بره دي. مش عارف الدنيا بتلف بيا، حاسس اني عايزة اطلب لها دكتور. مش عارف في انا باني حامل ولا ايه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.